أربع مفاهيم خاطئة هتدمر صحتك. أول مفهوم خاطئ إن المشروبات الغازية اللي بتكون خالية من الألوان صحية عن المشروبات الغامقة. أما المفهوم الصحيح إن كل أنواع المشروبات الغازية بتحتوي على نسبة سكر عالية وكمان ألوان صناعية، والفرق ما بينها وما بين المشروبات الغير ملونة هي نسبة الكافيين فقط. أما تاني مفهوم خاطئ إن هي بتساعد على عملية الهضم، واللي لازم نعرفه إن أنت بعد ما تتناولي وجبة غذائية لازم إنها تمر للمعدة لإفراز الإنزيمات عشان نستفيد بكل عنصر غذائي موجود فيه. أما لو تناولت المشروبات الغازية بعد الوجبة الغذائية فده هيدمر كل العناصر اللي موجودة فيها. مش بس كده، ده نتيجة الغاز اللي موجود فيها فهيدفع الأكل ومش هتستفيدي بأي نوع من الفيتامينات والأملاح المعدنية. أما تالت مفهوم خاطئ إن المشروبات الغازية الدايت بتكون أكثر صحية من المشروبات العادية. إنما غذائيا فالمشروبات الغازية سواء دايت أو مش دايت بتحتوي على نسبة من المحليات الصناعية والألوان كمان اللي بتسبب مشاكل وأمراض خطيرة للجسم. أما رابع نوع من المفاهيم الخاطئة إن تناول المكملات الغذائية اللي موجودة في الصيدلية بتكون آمنة مهما خدناها بأي كمية، واللي لازم نعرفه إن إحنا لو زودنا نسبة المكملات الغذائية في جسمنا فممكن إن هو يعمل تأثير عكسي، وإن أصلاً بعض المكملات الغذائية ممكن تتعرض مع الأدوية اللي أنت بتاخديها لمرض معين، وعشان كده لازم المكملات الغذائية بتتاخد بعد ما نعرف نسبتها في جسمنا قد إيه والطبيب هو اللي بيحددها.